السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة ديكوفري ماروك. نتواجد الآن في أكادير أوفلا. نلاحظ هنا هذه الأشغال التي تستمر الآن، وعلى ما يبدو كما يقال هذه المنطقة التي تسمى أكادير أوفلا، وهي المنطقة الأصل في الحقيقة التي كانت أكادير قبل زلزال 1960. والان اكادير تسير في خطى ان شاء الله تنمويه، تسير في خطى تنمويه جميله وجميله جدا حسب ما رايناه من اشغال في وسط المدينه وفي هنا في اكادير اوفلا وفي الميناء، يعني على طول مدينه اكادير مشاريع تنمويه كبيره سنصلكم بها بعد قليل ان شاء الله. لكن قبل هذا غادي نمشيو للمرصد ديال اكادير وبالضبط السوق ديال السمك اللي كاين في المرصد ديال اكادير، نشوفوا بعدا اشنو واقع تما. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا اطلاله في جميع المسائل الاخرى اللي كاينه هنا في اكادير. يلا معنا تخليوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا تتواجدوا في سوق السمك باب الميناء. حنا كاين هنا واحد سوق السمك تيكون فيه السمك طري، وفيه واحد المنتوج ديال الحوت اللي هو حنا قريبين الميناء وتيتواجد عندنا هنا السمك طري. حنا هذه معروفه، وانتم تتشوفوا قدامكم ها هما الحوت حي شتوه. هذا لونغوست، هذا هانتوما شي حاجه طريه منتوج ديال البحر تيكون عندنا طري. منو هاد الشرغو؟ هذا الشرغو لي غامباس، هادو راه لي غامباس، هادو راه باينين. وكاين لولو، لولو هذا لولو مشتي معروف بانه ماشي لوبار، هذا لولو مشتي. وكاين الكروفيت وكاين الكالامار وكاين الميرنا وكاين السولار رويال. ها هو هذا السولار رويال، والحمد لله راه المنتوج ديال البحر راه مزيان. هذا غوجي، هذا الروجي، هذا احسن ما كاين في الشوايه هو هذا الروجي. هذا الشرغو، وانت الشرغو حي هذا ديال القصبه. هو شتوه شتي ما عنده حتى 10 دقائق باش جاي من البحر. هي تنتج بواحد فيها المسائل ديالها، تيكون فيها واحد هذيك، ها هي تيكون فيها واحد العظم، هي تيكون فيها واحد العظم، وهذيك السيبيا المزوره هي تتكون بحال الشحمه مقطوعه. هذا الشيء اللي كاين. ولكن شوف هاد الناس هادو اللي هما تيخدموا هنا، اصحاب القهوي تيخدموا بالسيبيا، تيقطعوا السيبيا، تيجيو يتقداوها من عندنا هنايا فري السيبيا، تيقطعوها وتيخدموا بها. هذا هو المشكل، لان تيتقداو من عندنا من هنايا، تيدو من عندنا السيبيا وتيقطعوها. بالنسبه للثمن ديال الاسماك في رمضان سيدي لان تيكون الطلب ديال الحوت اكثر من العرض، بالخصوص فاش تكون الموفيطه ما تيخرجوش الناس، لان ملي تيكون الموفيطه تتكون الاسعار شويه طالعه، لان الحوت تيكون قليل والناس تيطلبوا بزاف الحوت، والناس عرفتيهم في رمضان اشنو اللي تياكلوا في الحوت. الاكثريه الناس تياكلوا الحوت في رمضان. الشهوات الا ما كاين، الشهوات الا حطيتيهم ما كاينش فيهم الحوت راه ما كاين والو. هذا هو المشكل. يحفظك اسيدي، تنشكركم وتنشكروا هذا الطاقم هذا اللي دار المجهود ديالو وصل لعندنا هنا. وهذا هو انتم راه تشوفوا حالنا كيفاش دايرين. حنا راه كاين في السوق هنا انت المنتوجات ديالنا راه، ومرحبا بكم عندنا اي ساعه. وفيما مرحبا بكم عندنا سوق السمك عند عبد الله، سوق السمك انتم مرحبا بكم. الله يحفظك، تنشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 24 مارس كنتواجدوا في سوق السمك اللي في باب الميناء ديال ميناء اكادير. هذا السوق هذا كيبيع السمك طري، وعنده علاقه مع هاد المقاهي الصغار هادو، هاد المطاعم اللي كيقوموا بطي السمك المشويات والمقليات. كيتقداو عندنا الناس الزبناء، وكيتقداو عندنا اصحاب القهاوي كيجيو بالشانطيو ديالهم كيدو يوريو الكليان وكيجيو يتقداو عندنا. كاين عندنا الشرغو الثمن ديالو ما كيفوتش 60 درهم، حتى ل 65 حتى ل 70، وكيطيح بعض الخطرات حتى ل 50. كاين عندنا هاد الكامبا غريز حتى هي 150 درهم. كاين عندنا لولو موشتي، نحكي لولو موشتي وكاين لولو بار. داك اللوبار هو اللي كنقولوا حنا بوشوك، هذا
كيتراوح ما بين 100 درهم حتى 120 درهم حتى 90 درهم الكيلو. الناس كيدوا بالبياسه على خضر الطلب ديال المستهلك اللي غيجي للمقهى. كاين عندنا الكلامان واخا شويه غاليه هاد الفتره هادي لان كتكون كتبيض دابا فهاد الفتره كتكون غابره، دابا دايره لاحقه 150 درهم. وكاينه عندنا السيبيا، السيبيا الريس ديال الثمن ديالها ما بين 60 ل 50، الا كانت منقيه كتزاول حتى 90 درهم. وهاد الناس هادو اللي كيدوا هاد السيبيا من عندنا كيطيبوها لهاد الناس ديال الماك، وهي بنينه على الكلامار. وباش تعرف السيبيا من الكلامار، الكلامار كتكون مقطعه رونديل كتبان بحال الدبالج، هاد السيبيا كتكون بحال الفريت، ولكن المذاق كيختلف بحال التفاح مع البنان، كل واش عزيز عليه. وكاين عندنا الكروفيت غالبا ما 100 درهم ولتحت، حتى 50 درهم هاد الايام اللي فات وصل حتى 30 درهم. وكاين عندنا الصول كحل ديال الحجر، الصول بوكلي، الصول البوكلي ديال الحجر كاين حتى هو. وكاين عندنا الصول دابا جيتو هاد الفتره هادي ما كاينش الحوت، كاين الموبيطون، كاين الموبيطون ما كاينش الحوت، مرة موالفة الطبلة كتكون عامره بالحيتان. هادشي اللي كتشوفوه الربيع راه كيكون الحوت. يا سيدي كاين عندنا لانكوس دابا حي يلاه جا. دابا قولي لنا الحوت قولي لنا شنو هو الفرق بين لانكوس ولومار؟ دابا لانكوس عنده لي زونطين، هذاك عنده ديبانس، هذاك لومار عنده لي ديبانس. السلام عليكم. حنا دوزنا سنين في هذا السوق، هذا هو السوق زوين الحمد لله، البري المناسب ديالو، المحلات زوينين حتى هما الحمد لله، السر ديال الثمن ديالو الطريفه راه موجوده سميتو. تيجيو عندنا الكليان مسارات سواعده كلشي تيجيو، تيجيو الناس هما من برا سفريان الحمد لله كاين الثمن مزيان. ولكن المشكل دابا اللي عندنا حنايا دابا غادي يحيدوا لنا السوق، ولكن من هاد الخدامه هادو تنطلبوا حتى حنا بحقوق ديالنا. انواع ديال الاسماء خويا كلشي كاين موجود، كاين الصول كلاما كروفيت المينا 34 ماكله تدير طابسين ديال بوحدو ديال ابخي ديال الثمن ديال واحد. وكاين الحوت مشوي كاين لي غامباس ديال 300 درهم كيلو، لانغوس 300 درهم، الحوت مشوي راه على حساب لي بري، كان ديال 50 درهم كان ديال 60 كان ديال 70، كل حاجه والثمن ديالها. طريفه مزيان عندنا حنايا الكليان تيجيو عندنا شويه كاين 10 درهم شويه باش نبيعوا الكليان 10 درهم فيها 7 الحبات ديال السرديل داخل فيها الشلاضه داخل فيها الخبز داخل فيها كلشي كلشي فيها داخل فيها 10 درهم باش نحسبوا الكليان كلشي كليان حنا عارفيننا حنا عارفين النمره 29 تنحسبوا انا خدامه سيدي في النمره 27 الماكلة كدير 34 درهم فيها الكرامال الكروفيت الصول الميرنا لي بخا ديال واحد هو هذا كيدير 34 درهم الماكلة ديال جوج الناس كدير 68 درهم زائد المناضة والشلاضة 80 درهم ديال جوج الناس ديال ثلاثة الناس 120 درهم ديال أربعة الناس 150 درهم في الشلاضة والمناضة الحوت الحرش في كرا في مثلا الصول كبير في سيدي الشرغو في الباجو كيدير في الطريفه 70 درهم كاين اللي كيحسبوا 50 درهم كاين اللي كيحسبوا 60 درهم لونغو المهم كتشوف على حسب البيع حسب الحوته كتكون كبيره راه كتحسب 70 درهم كانت حوته مويره 60 درهم كانت حوته صغيره 50 درهم بالنسبه خويا الحوت كاين دابا لونغوس والكانبا والكروفيت هادو كيتعبروا للكيلو كيدير 300 درهم نص كيلو 150 درهم الرابعه 70 75 درهم اللي جاو يسول على الثمن هو الاول هادشي هاد الناس راه خرجوا علينا خلونا بلا خدمه بلا والو هاد الناس راه خرجوا علينا انا هاد السيده انا كنهضر معكم راه 28 عام وانا في هاد السوق لو بري سي نورمال ici ماشي سي با لا كيستيون دو لو بري il faut que parce qu'il a nous avons un problème il va changer local problème si les ouvriers qui vont c'est ça le problème mon ami c'est pas la question de prix c'est le prix c'est 34 dirhams lui c'est Azdin c'est Azdin vous avez combien de vous avez passé combien d'années 58 ans je suis ouais, depuis les années 80 celui-là moi 35, 36. Ah, sur les 80, celui-là, moi. Et vous avez déjà le même problème que... le même problème, à Thierry. Celui-là, de 80, celui-là.
Avant, il était bien. Maintenant, ça change. J'ai vu. Allez, merci, monsieur. Allez, alhamdoulilah. Merci, Hak.